أحسن الله إليكم. والأخت السائلة تقول أصيبت أختي بمس، فهل يحق لنا أن نذهب بها إلى راقي، وهل له أن يمس يديها وينفث على صدرها؟ إذا كنتم تعرفون راقيا موثوقا وعنده علم وعقيدة صحيحة توفر فيه هذه الشروط، عقيدته صحيحة ويعرف الرقية، أحكام الرقية يعرفها، وهو أيضا ثقة لا يخشى منه أنه يفتتن بها ولا يخلو بها، فلا بأس بذلك. هذا من فعل الأسباب. مس المرأة لا يجوز للراقي، لا يجوز للراقي أن يمس المرأة ولا أن يضع يده عليها، وإنما يرقي عليها بدون مس لها أو لجسمها. نعم.